السلام عليكم مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد الفيديو اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحلوه اللي هي اقتصاديه سهله وما فيهاش بزاف المقادير نبداو على بركه الله المقادير عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده على درجه حراره المطبخ عندي ميتين أو خمسين غرام ديال الكاوكاو الف# أو الفول السوداني محيدة ليه ال# القشرة ديالو ومقلي في الفران ومطحون مزيان وعندي كاس ديال العنبة ديال السكر كلاصي غادي نبدا نخدم الزبدة هي اللولة بوماد تخدميها حتى تكون دايبة مزيان تخدم مزيان بوماد وغادي نزيد عليها سكر كلاصي ومن بعد غادي نخدمهم مزيان حتى يدخلوا مع بعضياتهم ومن بعد غادي نزيد عليها الكاوكاو اللي مقلي ومطحون مزيان كل ما طحنتيه مزيان كل ما الحلوه كانت لديدة غادي ندمج المكونات الثلاثه الاولين اللي درت غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه غتجي كنس كيلو ديال الطحين كيلو لاروب هكاك ديال الطحين غادي نخدمو مزيان نبقى نجمع لاباط بحيث لاباط كتجي ماشي بحال الباطا سابلي كتجي شويه بحال مرمله ما كتجيش اون بات هي بحال الصابلي ولا بات عاديه كتجي بحال شويه مرمله بحيث غادي تخدميها أه تحاولي تخدميها بشويه بشويه ما غاديش تاخدي مثلا كره كبيره باش غتلكيها تحاولي تخدمي بشويه بشويه كيف ما غتشوفوا معايا انا غنخدمها غير بحال بثلاثه بثلاثه بتلاتة بشويه عليا خديت المدلك واخا ما خدمتش به بزاف كنخدم به غير باش نيطالي العجينه باش ما تبقاش متراسيه يدي والطابع بالنسبه للطابع تعزلي اللي بغيتي انا هنايا خديت الطابع على شكل وريضه تقدري ديريه كاري ولا مدور ولا نجمه ولا كيجيو زوينين بعد ما سليت الحلوه ديالي دخلتها للفران طابت في درجه الحراره 160 درجه انايا درت كما كعرفتوا ما فيها لا خميره لا والو درت لها 160 وقابلتها وكراها هشيشه بزاف ودغيا كطيب خاصك تقابليها ومنين تخرجيها من الفران ما تنسيهاش حتى تبرد مزيان عاد مسيها حيتاش كتكون هشيشه كت كتهرس ومنين تبرد مزيان آه ها الحلوه ديالي خديت شوكولا دايبه ذوبت الشكلاط باش غادي نزوقها باش غادي نديرها نديرها فيه وهنايا عندي شويه الكركاع مطحون وعندي شويه الفانيد ديال الحلوه غادي نزوق به وتقدري تزوقي باي حاجه ما باي حاجه تقدري تزوقيها ماشي ضروري الكركاع ولا تقدري الا كان مصفر عندك اللوز ولا الكوك ولا اي حاجه ممكن تزوقيها به آه غادي نصيبهم وغنخليهم حتى يبردوا آه... حتى يشدوا مزيان الشوكولا عاد غادي نحيدهم من بلاصتهم والصراحه حلوين فيها مكونات اربعه آه... تلوينات كتزوقيها باش ما بغيتي كت كما قلت لكم ما خدتش الوقت بزاف كتجيب هذا الشكل زوينه وانا متاكده الا جربتوها غتعجبكم لحنتاش لذيذه بزاف كنكون وصلنا لنهايه الفيديو كنتمنى يكون عجبكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده كنتمنى تكونوا شفتوا الفيديو تاع الاخر شكرا لكم بزاف وما تنساوش الا عجبتكم الحلوه بارطاجيوها مع اصحابكم السلام عليكم